تعادل مخيب للزمالك قدام دجلة وصعوبة فرصه في الحفاظ على المركز الثاني وانتظار هدية من الأهلي. تابعوني أنا صاحب الكرة وتحليل مباراة الزمالك ودجلة. انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. لو تفتكروا ماتش المصري وماتش سموحه في الكاس لما اتكلمنا عن ان اهم حاجه عدلها باتشيكو على شكل الزمالك هو انه ما بقاش بيضغط عالي من قدام وبقى بيخلي فرقته تتراجع عشان ما يخلقش ثغرات وفجوات اللي كانت موجوده في ماتش الجونه اللي كان هو بيتابعه من المدرجات. نشوف مع بعض هنا لحظه بناء الهجمه لدجله تنظيم الزمالك عامل ازاي. هنا دجلة طبيعته انه بيلعب بيلد اب من تحت وبيحضر وبيعمل استحواذ. هنا نتابع مع بعض الزمالك مرصوص 4-4-2 وكل لعيبة الزمالك تحت الكرة في مناطقهم في وسط ملعبهم عشان ما يعملش اي ثغرات ولا يخلق اي فجوات يقدر بيها دجلة يبقى عنده كثافة هجومية على الزمالك. وان كنت عاتب على باتشيكو نفسه مش بس لعيبه الزمالك ان في مسافات بتبقى بين الخطوط، يعني هنا في 2 لعيبه بين الخطوط وفي مساحه، يعني اللعيب ده لو استلم الكره قدامه وقت على الكره على ما وسط الملعب يرتد. فدي احد المشاكل اللي لازم باتشيكو ياخد باله منها لان الرجاء عنده نجاعه هجوميه كبيره. هجوميا الزمالك عنده شراسه في حاله واحده الا وهي لما يستغل اخطاء المنافس ويلعب على الكاونتر اتاك. هنا دجله عادي جدا بيبني في مناطقه، هنا زيزو بالسرعة قدر يستغل الخطأ، والناحية التانية في نقطة مهمة جدا لعب عليها النهاردة باتشيكو وهي انه اعتمد على 2 فراودة بس بتوظيف مختلف في الشوط الاول. توظيف كان ان مصطفى محمد مش لاعب 9 هو لاعب 9.5، يعني مهاجم وهمي مش مهاجم متمركز في 18 بياخد الكرات العرضية، لا ده هو مهاجم وهمي بيقدر يسقط لتحت وبيهرب على الاطراف عشان يقدر يدخل كاسونجو في عمق الملعب، يقدر يدخل زيزو في عمق الملعب وهنشوف ده بالتفصيل في الحالات. هنا الكرة اتلعبت لقت كاسونجو هو اللي قاطع ومكمل لان الدفاع كان مرحل شوية عشان يقفل على مصطفى، فبالتالي اتخلقت فجوة هنا ومساحة لكاسونجو انه يقدر ياخد الكرة العرضية نتيجة برضو ان الزمالك استغل الخطأ، فطبيعي لعيب الدجلة هتبقى out of position. تاني نفس الفكرة، الزمالك بيعتمد على الكاونتر اتاك مش بيعتمد على الهجوم المركز. هنا باص في عمق الملعب لزيزو اللي نازل يستلم ضرب بيه بتتكلم في 7 لعيبة من وادي دجلة. هنا زيزو على طول نقل اللعب على اليمين على مصطفى فتحي. بصوا الوضعية دي 3-3، لو في سرعة اكبر الزمالك كان ممكن يعمل شكل هجومي وممكن يعمل محاولات على الجول، انما النهاردة تقريبا الزمالك عدد محاولاته على الجول ما تتعداش 4 محاولات تقريبا. يعني بصوا هنا ذكاء طبعا من مصطفى فتحي انه يعمل الكرة برجله الشمال ان هو دي على عدلته، وهنا مصطفى محمد بيتحرك دايما سحب مع المدافع عشان يفرغ هنا مساحة لكاسونجو يقدر ينطلق في عمق الملعب، لكن كاسونجو هنا يعني ما قدرش الكرة مظبوط فبالتالي الكرة عدت منه. الله وانا مالي يا لندي. بنتكلم عن ان باتشيكو النهاردة عمل حاجة مختلفة شوية في الزمالك وهو انه اعتمد على مصطفى محمد كتسعة ونص مش 9 صريح عشان يفرغ مساحات ويقدر يسحب معاه دفاع دجلة المنظم جدا عشان يخلق مساحات يقدر كاسونجو كمهاجم تاني، بس هو كان بيلعب طرف وزيزو اللي بيلعب حر النهاردة ما تعرفش توظيف زيزو النهاردة كان ايه في الشوط الاول تحديدا يقدروا يخترقوا في المساحات. تابعوا معايا هنا لحظة بناء هجمة للزمالك، مين نازل يستلم في وسط الملعب؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد نزل فسحب معاه المدافع ولعب الكرة العميقة بين السنتر باك والباك لزيزو اللي بينطلق هو في منطقة الجزاء، دور المهاجم الوهمي، لكن للأسف هي ما اتطبقتش كويس لأن برضو دفاع دجلة ما كانش بيخرج وبيسيب مكانه، كان واحد دايما من وسط الملعب هو اللي بيكمل مع مصطفى محمد عشان ما يسيبش أي فراغات في عمق الملعب، عشان كده الزمالك ما نجحش فيها ده غير البطء الشديد في نقل الهجمة للزمالك. نقطة كمان مهمة جدا في عمليات التحول الهجومي للزمالك، هنا كاسونجو وسط 6 لعيبة ومفيش عمق هجومي لأن مصطفى محمد بيتطرف كتير. مصطفى محمد مش متعود على اللعبة دي، لما بيهرب على الطرف بيتوه. مصطفى محمد قيمته لما يكون جوه منطقة الجزاء أو ينزل على قوس 18 أو على زون 14، إنما المنظر ده ما يدلش إن الزمالك عنده أي شكل هجومي. بص فين مصطفى محمد في الصورة؟ فين؟ مش متعود يا جماعة، مش لاعب طرف هو مصطفى محمد أهو، مصطفى محمد أهو. توظيف اللاعب، يعني أنا كان رأيي إن
لو انت عايز تعمل حته فكره المهاجم الوهمي العب بكاسونجو كمهاجم وهمي وخلي الاطراف هي اللي تعمل كده مش مصطفى محمد، انما مصطفى محمد تعتمد عليه مهاجم صندوق. 9 مشاكل تانية بتواجه الزمالك وهي ان باتشيكو بيقيد قلبين وسط الملعب، ما بيقدروش يزيدوا هجوميا عشان يعملوا الكثافه لانه بيبقى خايف من الهجوم المضاد، فبتبقى النتيجه ايه؟ هنا الزمالك ما عندوش حلول. زيزو لو نلاحظ هنا زيزو اللي هو اللاعب الحر بتاعك، هنا حازم امام، هنا مصطفى محمد كمهاجم، وهنا كاسونجو اللي بيقطع دايما في عمق ال 18. بصوا هنا يا جماعه، بصوا خدنا وقت قد ايه الكثافه العدديه لصالح دجله، خدنا وقت قد ايه. بص كل ده مفيش حد من لعيبه الزمالك كمل من وسط الملعب كمل، بالتالي هنا فين السكند بول؟ مفيش خلاص. هنا لو كاسونجو فقد الكره كويسان طيب هيقدر دجله يبني، عشان كده دجله كان بياخد السكند بول اكتر، عشان كده دجله كان بيستحوذ اكتر، عشان كده دجله كان بيقدر يعمل التحولات افضل. الشوط الثاني انا لما شفت في الشوط الاول ان وسط الملعب ما بيزيدش وشفت ان في بعض المشاكل توقعت ان باتشيكو هيعدل نوعا ما الشغل الهجومي، نزل اسلام جابر، ادانا ايحاء بنزول اسلام جابر بدل محمد حسن انه عايز ينشط شويه الشغل الهجومي ويخلي اسلام جابر يزيد هجوميا مع الرباعي الهجومي. طيب تعالوا نشوف مع بعض في الشوط الثاني لما اسلام جابر نزل شكل الزمالك عامل ازاي. هنا الزمالك بيحاول يبني هجوميا، هنا توظيف مصطفى محمد وكاسونجو كثنائي هجومي في عمق ال 18 وزيزو مسك الطرف. فين وسط الملعب؟ فين؟ مفيش، لان باتشيكو زي ما بقول لكم بيعتمد انه يثبت قلبين وسط الملعب ما يزيدوش، ممكن لو واحد زاد بس الزياده مش بتبقى يعني مش زي مثلا موسيماني مع الاهلي انه دايما بيخلي عمرو السوليه يلعب كصانع لعب تحت المهاجمين عشان ياخد السكند بول وحمدي فتحي وراه او اليو ديانج وراه، لا هنا باتشيكو بيقيد قلبين وسط الملعب وبيعتمد على الرباعي الهجومي والباكين عشان يقدر في الناحيه الدفاعيه يبقى عنده اربعه ثابتين، قلبين وسط الملعب والاثنين سنتر باك. الشوط الثاني زي ما قلت لكم عمل تعديلات تكتيكيه في ارض الملعب لان فشلت معاه فكره المهاجم الوهمي في الشوط الاول وما خلقش فرص تماما، حاول في الشوط الثاني انه يعمل ضغط اكبر على قلبين دفاع دجله المنظمين جدا، فخلى مصطفى محمد وكاسونجو هما الاثنين ضموا في عمق الملعب، الاثنين مهاجمين تسعة، الاثنين بيجيدوا الكرات العرضية فيقدر يشغل الأجناب ويقدر يعمل كرات عرضية عشان يقدر الزمالك يسجل، عشان الزمالك في صراع شرس مع بيراميدز على المركز الثاني. زيزو هنا كوينج شمال وأوناجم هنا نزل عشان ينشط الجنب اليمين لأن أحمد عيد نزل مكان حازم، وأحمد عيد هجوميا أقل شوية أو أقل كتير من حازم إمام. الكثفه اللي انت فيها يا حازم اتكلمنا عن ان وسط الملعب ما بيزيدش هجوميا، فبالتالي لما انت تيجي تعمل عرضيات ودفاع دجله يشتتها مفيش سكند بول، فبالتالي مش هتعمل ضغط وتتابع، فبالتالي مش هتضغط البين دفاع دجله. النقطه الثانيه والاهم هنا كاسونجو استلم، الطبيعي انه هنا ينقل اللعب على الناحيه اليمين عشان يتحرك هو بعيدا عن انظار الدفاع او في البلايند سايد، كل المدافعين بيبصوا كده وكاسونجو يتحرك كده عشان يقدر ياخد الكره العرضيه من احمد عيد او اوناجم، لكن دي الناحيه اليمين للزمالك الزمالك ما زادش فيها خالص هجوميا، عشان كده باتشيكو حاول يعمل حاجه ذكيه انه يعدل الشغل اللي عمله في الشوط الاول بالمهاجم الوهمي بانه يحط مهاجمين متمركزين في ال 18، لكن عشان انت تعمل كده محتاج ايه؟ شغال اجنابك. فين الاجناب؟ مشاكل دفاعيه كبيره عند الزمالك لازم باتشيكو ياخد باله منها جدا. هنا الزمالك فقد الكوره لانه لما بيتحول هجوميا بيتحول بالاربعه دول بس، واحيانا حازم امام وعبد الله جمعه بيزيدوا نوعا ما مش على طول، ووسط الملعب ما بيزيدش خالص. فلما الزمالك فقد الكوره في مناطق دجله السكند بول كانت من نصيب دجله. حصل ايه بقى؟ هنا وادي دجله عايز يتحول. لاحظوا معايا هنا وسط الملعب اتضرب، بصوا كام لاعب اتضرب، ثلاثة غير الرباعي اللي قدام، فبتتكلم في ست لعيبة اتضربوا بباص، فشكل الزمالك دفاعيا بقى كده، بقى ثنائي من دجلة بيلعبوا بين الخطوط في المساحة بين وسط الملعب والدفاع. ركز معايا هنا وشوف بوبو عمل ايه. يا سلام عليك، بصوا الباص ببره الرجل عكس اتجاه وحركة الونش عشان يقدر هنا رفيق كابو يستلم الكورة بين الباك والسنتر باك، والكرة دي بتتكرر كتير على مدار الموسم دفاعيا للزمالك. تاني مشكلة دفاعية وانا بنسب المشكلة دي لغياب محمود علاء، لان برضو محمود علاء عمل زي رامي ربيعة في الاهلي، اللعيب اللي هو عنده خبرة هو اللي بيقدر يوجه اللعيبة اطلع زيد غطي، كل ده يقدر محمود علاء يوجه دفاع فيه، لكن هنا بتتكلم في مان تو مان هنا، وهنا في لعيب حر. اللعيب الحر ده ليه؟ لان ولا حازم امام بيراقب كويس ولا عبد الله جمعه بيراقب كويس، فكانت النتيجه ان هنا
حصلت لخبطه، ولا ابو جابر خد الكوره ولا خط دفاع الزمالك خد الكوره، كان خالد رضا هو اللي خد الكوره، كان ممكن بمنتهى البساطه يسجل جول بدري جدا برضو يصعب مهمه الزمالك في ظل اللخبطه اللي عند باتشيكو. تاني هنا لاحظوا معايا، ده خط وسط الزمالك، هنا استلم بوبو برضو في المساحه بين الخطوط. لاحظ هنا عبد الغني طالع يقابل بوبو، فهنا عبد الكبير الوادي بيقدر يتحرك في المساحه او في الهاف سبيس بين قلب الدفاع والباك. بص اللعيب ده مساحه كبيره جدا بين الخطوط، وهناك الوينج اللي هو حسام عرفات حر خالص، ده مش وضعيه دفاعيه ابدا 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 تسمح لك انك تقابل فريق كبير. لازم باتشيكو يخلي باله الخطوط دي اكتر من كده والضغط يزيد عن كده. باتشيكو عنده شغل ومهمة تقيلة جدا في الشق الدفاعي والشق الهجومي، لكن كل اللي علينا دلوقتي هو الدعم قبل المعركة الأصعب. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس عشان يوصل لكم كل الجديد.